السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة وإطلالة جديدة برنامج في الموعد. في كل حلقة بكون عندنا موضوع، بكون عندنا جوانب كثيرة بنتطرق لها وبنبحث عنها ونحاول نشوف ما وراء أو كل الجماليات اللي فيها. اليوم نحن في كردفان والتراث الكردفاني، اللحن الكردفاني، الإيقاعات الكردفانية، الأزياء وكل الجمال اللي في كردفان. سعيدين نحن نكون في حضرة الغناء والإيقاعات واللحن وكل الجمال فيه مع ضيوف جميلين معي داخل الأستوديو. برحب بك كثير أستاذ الدرديري عثمان الشبكة، مهتم بالتراث والتراث الكردفاني تحديدا. أهلا بك يا أختي الكريمة، والتحية عبرك لفريق عملك المميز. مرحب بك كثير. برحب بك أيضا الأستاذ الفنان والموسيقار محمود آدم محمد موسى المعروف بمحمود الكردفاني. مرحب بك كثير. ومرحب بالمشاهد، وأحيي كل الإخوة الآن خلف الكواليس والموجودين معنا داخل الاستديو. مرحبا بك كثير، واليوم حنستمتع نحن بالإيقاعات الكردفانية وبالتنوع الجميل في التراث الكردفاني. بدءا في محور أستاذ الدرديري، التراث السوداني عموما بشكل عام بكل الطقوس والتقاليد والعادات والجمال اللي فيه والاختلاف اللي هو أضاف له ما خصم عليه وخلى الشعب السوداني هو متميز عن غيره من الشعوب بالتنوع بالتراث المختلف ده. بدأ نحيي أهلنا على امتداد السودان الحبيب. والتراث هو قيمة حقيقة مجتمعية راغية، اهتمامنا به نابع من أنه هذا التراث هو يعزز القيم الفاضلة ونسيجنا الاجتماعي ويبعد كثير من الحساسيات وما أحوجنا له في هذه اللحظات. وبالتالي هي نماذج مختلفة من كل ولايات السودان في إطار هذا التنوع، لو أدرناه حقيقة بفهم عميق وبنظرة ثاقبة حتى نجعل منه شعلة مضيئة للوحدة وللمحبة والسلام. وبالتالي لما ندخل مباشرة في التراث الكردفاني ونمط سلوك لأهلنا في شمال كردفان، وكردفان هي غنية بهذا التراث، وعندما أتحدث أتحدث عن كردفان الكبرى. وبالتالي هذا التراث يعطي كردفان لونية خاصة ومميزة، ولذلك تجدين الآن الإيقاعات الكردفانية محببة لكل أهل السودان لأنها متنوعة. هذا التنوع هو الذي يضيف إليها الجمال. ولذلك فرقة فنون كردفان عندما بدأت في بداياتها وقدمت كثير من قناديل الفرح السوداني، الراحل إبراهيم موسى أبا خليل إسماعيل عبد الرحمن عبد الله عبد القادر سالم محمود تاور، أضافوا حقيقة إضافة كبيرة، وهنالك نجوم تأتي في الطريق، وبالأخص الأخ الكريم محمود الكردفاني واحد برضو من الشباب اللي حقيقة بنتمنى لهم مستقبل زاهر بما يمتلكوا من موهبة. نحن دارين نقول إيقاعنا الكردفان أيضا هو إيقاع لأهل الموسيقى ولأهل الدراية اللي يعمق بنا في هذا المجال، ويمتاز بالسلم الخماسي والرباعي، الخماسي والسباعي، وده لأهل الموسيقى. أيضا ما يميز التراث الكردفاني فيه شبه بالموشحات الأندلسية، لأنه دي برضو نابع من الشعر العربي الأثيل، وتأتي كلها في إطار الكرم والجود والشجاعة. ولذلك هذا التراث عنده قيمة عظيمة جدا لأهل شمال كردفان وأهل كردفان الكبرى ولأهل السودان. عندما تسمع الإيقاع الكردفاني الآن في الخرطوم يجذبك، صحيح، في كل موقع من حيث الإحساس من حيث النغم. ولذلك نحيي شعراء كردفان فردا فردا الذين قدموا هذه المفردة الجميلة والذين لحنوا هذه المفردة حتى أصبحت لغمة يعني يتناولها المواطن السوداني على مستوى كردفان الكبرى وعلى مستوى السودان الكبير إن شاء الله. نعم إن شاء الله. الجميل أنه حتى التراث أو الأغاني الكردفانية والإيقاعات الكردفانية ما بتحدها حدود، يعني تقدمها في أي مكان بتلقى أنه في حب واستماع لها وفي أداء راقص كده، وتلقى أنه يعني أنغامه دائما بتاخدك معهم. أستاذ محمود الكردفاني اهتميت جدا بالغناء الكردفاني تحديدا، يعني 75 عمل كردفاني من ألحانك. كان ممكن يكون عندك مثلا اختيار لنوع آخر أو كذا، ولكن
كان عندك حب خاص للأعمال اللي ممكن تكون ماخذة طابع أو الشكل ممكن يكون هو كردفاني ولحنتها أنت بنفسك، وياريت تدينا عنا فكرة قبل ما نحن نشاهد طبعا الفيديو كليب وترجمة لحديث أستاذ الدرديري ده طبعا. والله أنا طبعا يعني مدينة البيئة اللي عشت فيها اللي هي البيئة الكردفانية ويعني البيئة بتاعت المنطقة منطقة المسيرية، بعدين فيها يعني قبائل تانية مشاركة في المنطقة، يعني أنا اخترت اللغة عادي بطبيعة البيئة اللي أنا عشت فيها. أيوة. فبقيت ألحن من خلال الإيغاعات اللي أنا عشتها، يعني المردوم، ألحن حاجة اسمها الكدنداية، ألحن الجراري، ألحن الدرملي، يعني في إيغاعات كثيرة، في حاجة اسمها الكوكاوة برضو يعني نحن هسه شغالين فيها، فإن شاء الله في الفترة الجاية برضو حتشاهدوا يعني ترى النور إن شاء الله. طب حنشوف مع بعض الفيديو كليب الجاي هو الخريف الكابي اللي هي كلمات أخونا الشاعر اسماعيل محمد موسى والحاني ونحيوه من خلال هذه الحلقة يعني. نعم. هاي نسمع الخريف الكابي نشاهده. حبايبي يا البريدكم يا البريدكم يا البريدكم يا البريدكم، تعالوا نمشي باكر للغرة كردفان، للدرة كردفان، هجل ودارنا نجل ودارنا نجل نزور ديارنا نشوف جمال مسارنا، نلاقي في ديرنا في ديرنا في ديرنا في ديرنا سمح سر قلوبنا غرية كردفان بسر يا كردفان. ضوء قمر عشانا نعيش صوت هوانا،
يطوق مر عشانا لعب قصاص هوانا ونطر في حجانا سني ورام سبانا نفوت عفير لوادي نفوت لوادي نفوت لوادي نفوت لوادي نفوت لوادي نفوت لوادي غير كردفان يتر يا كردفان حالنا مشي نادي يا مريت منادي حالنا مشي نادي يا مريت منادي على الركوت نعدي قلنا في تبلي نفوت عصير لوادي نفوت لوادي نفوت لوادي نفوت لوادي نديار لبادي غرية كردفان غرية كردفان أهلا من جديد وبنحييك أستاذ محمود الكردفاني على اللوحة الفنية الجميلة المتكاملة دي. أستاذ درديري تعلق لنا على عموما اختلاف الإيقاعات في كردفان الجمال زي واختلافة زي بعبر عن الطبيعة عن البيئة نفسها. هي طبعا أول حاجة التحية لأهلنا في كردفان الكبرى وخاصة أهلنا في غرب كردفان وهذا النوع من التراث يمتاز به أهلنا في غرب كردفان تحديدا وفي جنوب كردفان وفي شمال كردفان وده تراث قيم جدا لأنه فيه شخصية الإنسان الكردفاني من حيث الزوج من حيث المتعة من حيث التقدم والمفردة لأنه نحن حقيقة تراثنا كله قائم على الكرم وعلى الشجاعة وعلى المواقف النبيلة فبالتالي هذه النماذج هي لها وقع خاص في مناسبات الكردفانية كان في الزواج ولا في الختان ولا في أي مناسبة عظيمة عندما يقام لك احتفال بهذه الصورة ويعني إكرام من أهلك ومن أسرتك ومن عشيرتك ونحن دارين نقول عندما نقول تراث كردفان متنوع لأنه جاذب لكل أهل السودان فيه مفردة بتجمع لا تفرق ولذلك تراث الكردفاني هو واحدة من المحطات المهمة جدا في إطار تجميع الهوية السودانية ولذلك نحن دائما نقول الفن الاهتمام به حاجة عظيمة جدا لأنه بحلح الكثير من قضايانا ولذلك التراث قوة دفع إيجابية إن أدرناه بفهم عميق ولذلك التراث الكردفاني واحدة من المحطات المهمة في تاريخ السودان من حيث الوحدة ومن حيث الاستقرار ومن حيث التقدمة للسودان بوجه مميز وما أجمل المشاركات التي شارك فيها كثير من فنانين خارج السودان الدكتور عبد القادر سالم الآن أوروبا كلها تتحدث عن هذا الإيقاع لو ذهبت إلى غرب إفريقيا بتلقى الآن المتعة السودانية حاضرة في المشهد الغرب إفريقي في تشاد في أنجم في قانا في السنغال في نيجيريا
يحبوا الإيقاع السوداني وخاصة الإيقاع الكردفاني، ولذلك اهتمامنا به نابع من قيمة إنسانية عالية جدا. ونحيي حقيقة كل الفنانين وكل الشعراء الذين أسهموا بهذه المفردة، وحدة جمالية حقيقة تضاف إلى جمال السودان الحقيقي. نعم جميل. أستاذ محمود، باختيارك للإيقاعات المتنوعة دي، هل أنت حريص على أنه لازم تدي كل إيقاع مثلا حقه في أنك تلحن فيه ويكون عندك نوع من الأداء والعمل المتكامل الفني، يعني زي ما ظهر لنا وشفناه في الفيديو كليب دي؟ والله أنا طبعا يعني مرات الناس بيقول لك ده فنان كردفاني يعني بيمتاز بالألحان الكردفاني. أنا فنان كردفاني وفنان سوداني. أيوة. لكل السودان، يعني أنا بلحن لكل القبائل في السودان. يعني الآن زي ما بسموا غنية الخرطوم، يعني أنا غنية الخرطوم عندي فيها ألحان كثيرة جدا، يعني بالذات هسه الإيقاعات مثل تجي ترجع للإيقاع بتاع التمتم اللي هو لسع بتاع السوق ده، لحنت مجموعة من الأعمال، لحنت يا صورتك في قلبي بعد خلاص مني، لحنت هسي ليه جيت نراجع وتقول لي سامحك أنا، لحنت لمتيني تم صفاحك لي وانت تكوني بين يدي، لحنت كيف حالك يا الحب الطاهر يا الناس انت يا كالظاهر عشان خاطرك انا بساهر عشانك انت يا الحب الطاهر، لحنت الظروف جمعتني بيك وهي كانت صدفه بس، لحنت يعني مجموعه من الاعمال، إيقاعة السيره يعني درع الصعاب برضو من الاعمال الحماسيه يعني لحنت مجموعه من الالحان، يعني انا قاعد الحين يعني ما يعني ما واقف تمشي في خط واحد معين. ايوه لكن لما نجي اغني بلقى نفسي في الغنيه الكردفانيه مشيت جيت راجع باقي الالحان الثانيه بقوم بقدمها، يعني الناس بيستجيبوا لها، لكن طبعا انا في نظري انا انه انا اللون بتاعي كده كردفاني، فبقوم بوصل الحياه الثانيه بفهمي يعني ما عندي مانع، يعني ممكن اقدم نفس الستايل بتاع استاذنا محمود تاور برضه نحييه من خلال الحلقه دي. يعني انا ممكن غنيت لمحمود تاور كثير جدا في فترات، يعني فما عندي مشكله في اي لون في الغنى ممكن اغنيه، لكن انت بتحب شنو بتمنى شنو بحس. أيوه. الغنية الكردفانيه بلقى نفسي جواه، يعني هسه انا عندي واحده من الاعمال يا يوم ما سلم لي عليهم ناس الفريق، كلمات اخونا الشاعر اسماعيل محمد موسى والحاني، يعني لما نجي اقدم الغنى دي الغنى دي 3 في 4 يعني بل يعني إيقاع الخرطوم زي ما بسموه، يعني لكن بأديها أداء وبحس الكلمات الموجودة لأنه الكلمات كردفانية فبلقى نفسي فيها. ما لأنك يعني موسيقي مبدع فالكلمات العادية أنت ممكن تلحنها جدا، فدي ما بتكون فيها مشكلة، وزي ما قلت فنان وموسيقي سوداني. نعم. بعد كده بيختلف احساسك وبتميل لاي شكل من اشكال الكلمات وتتعاون مع منو من الفنانين او مع منو من الشعراء. نعم. ده بكون فكره ثانيه. نعم. الازياء برضو لو كلمتنا عنها استاذ الدرديري، وحنسمع برضو اغاني اخرى وحنسمع حديثك عن الازياء واختيار الالوان واختيار الطريقه المعينه للسيدات وللشباب وللرجال وكثير من الايقاعات المختلفه بعد فاصل قصير، راجعين ان شاء الله من بعده. Thank you.
في العصير زين الشباب وادي زين الحريق يلا عصير زين الشباب وادي زين الحريق وادي زين مطر السحاب لك استاذ محمود الكردفاني و دي طبعا من كلمات أيوه؟ اخونا الشاعر اسماعيل محمد موسى برضه نحييه يعني ومن الحاني الله جميل. هنسمع منك ان شاء الله المزيد من الالحان الجميله استاذ محمود الكردفاني. استاذ الدرديري وطلعنا قبل الفاصل ونحن نتكلم عن الازياء في طقوس وفي عادات في ازياء للفرح للمناسبات للزواج لغيره، كلمنا عن المناسبات وشكل الازياء كمان فيها بتميز هي طبعا الانسان ببيئته، وبالتالي التراث الازياء نابعه من من القيمه الجباليه للموقع المعين. وانت لو شاهدتي من خلال الفرقه المميزه دي يعني الازياء دي لها وقع خاص في نفس المواطن الكردفاني واختيار الالوان نفسها اللي من الطبيعه الطبيعه بدها. بعدين هي ذاتها نوع من الذوق الرائع جدا جدا، ولذلك هذه سمة يمتاز بها التراث الكردفاني كما تمتاز بها التراثيات في بقية مناطق السودان المختلفة. وهي عندها
قيمة الجمالية لدى الإنسان الكردفاني ولدى الذي يلبس هذه الأشياء الجميلة، وبتعبر عن مساحة كبيرة جدا من الفرح وأيضا الحزن داخل الإنسان. نعم. فلذلك الاهتمام بها شيء جميل جدا. نعم. شيء جميل جدا. صحيح، وده اللي بيميز يعني إنسان كردفان من المنطقة والطبيعة الجميلة الخلابة. وده ظهر في الفن والإيقاعات والكلمات والألحان كمان. نسمع منك كمان لحن تاني أو أغنية تانية أستاذ محمود. نسمع إليزابيث الفريق. اللي هي كلمات أخونا الشاعر إسماعيل محمد موسى ومن ألحاني. ألحانك. نسمع إليزابيث الفريق. فريق من اللي يتنى وقف الفرح يتغنى، فريق من اللي يتنى وقف الفرح يتغنى، فريق من أحوالا عروس الناس تشفالا، فريق من أحوالا عروس الناس تشفالا، جوار ابنية الخالة تميل كد شبالا، جوار ابنية الخالة تميل كد شبالا، فرح يا مستوالا همومنا المنزم شالا، همومنا المنزم شالا. كل غني تنجمع ناس تتاحة بتلمع، كل غني تنجمع ناس تتاحة بتلمع، حياي الخالة والعمى ببركة المنتمى، حياي الخالة والعمى ببركة المنتمى، هنا فنوس راكوبة تلاليك زي النوبة معاكي وحدة موهوبة، كتاب في عرسة النوبة، كتاب في عرسة النوبة. جمال الحفلة طنبارة يغنوا ساحة الحارة، جمال الحفلة طنبارة يغنوا ساحة الحارة، وراكم تحمل وقارة نلعب فيها نبارة، عروسنا طالعة يا دوبة سماها الزاخرة جوبة، وبيت أخلاقها محبوبة وليها تلزم الحوبة، وليها تلزم الحوبة. لغاري تمت الفرقان جابت كل ذو الرهبان، لغاري تمت الفرقان جابت كل ذو الرهبان، حضر صواحة من شيشان مدافع رملة الجيزة، عرف الفريق طول كل الشعب يتطول، عرف الفريق طول كل الشعب يتطول، مواسي الفرحة ما بتدعاك غير كفة ظهر وزاد، 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 مواسي الفرحة ما بتدعاك غير كفة ظهر وزاد. شكرا كثير استاذ محمود الكردفاني. استاذ الدرديري، الجوديه في كردفان يعني واحده من السمات اللي ممكن تكون بتميز انسان المنطقه، وتقدر تقول زي كانها هي ممارسه للسياسه بشكل ودي، يعني في مسايسه في القصه، فكلمنا عنها اكثر من خلال كردفان ويقع كردفان او انسان كردفان. طيب، هي الجوديه مشتقه من كلمه الجود. والجود يا الكرم والتنازل، لذلك الجودية يعني بتمتاز الغضاء، دائما عندما يحكم الغضاء بيكون منتصر لجهة. أيوة صحيح. لكن الجودية تنتصر بتعمل يلا ديك العافية، وبالتالي يعني بتخلي التسامح والمحبة بين الناس، ولذلك بتراضي، لأنه بتراضي. أيوة.
لأنه أصلا المجتمع الكردفاني كل مجتمع السودان قائم على القضية على الطرادي. الآن يعني الجودية بقت على مستوى العالم في أمريكا، الآن التحكيم أخذ من الجودية طوروها بشكل، والآن نحن مثلا في حديث القضاء واحد يقول لك يا أخي الهواء السخن، نحن هناك في الجودية يقول لك مصمص البطون، أي بمعنى الكلام السخن ده كله يطلع، وفي النهاية بيحصل العفو بين الطرفين، وبتخلي الناس كأسرة واحدة يعني. ولذلك الجودية قيمة إنسانية عالية جدا جدا. وأنا حقيقة حتى الناس هم اللي بيحكموا في الجودية دي ما يجوا بيبقى في الجودية يعني، لازم يكون عنده عمق بالمنطقة، ويكون في مواصفات ومعرفتها، وزول مقبول لدى الطرفين، ويكون هو ذاته صاحب دراية بالقضية بتاعت الجودية. ولذلك الجودية قيمة عظيمة جدا، عشان كده نحن هي راسخة في كردفان وفي كل السودان، ونأمل أن تستمر الجودية حتى يستقر النسيج السوداني إن شاء الله. إن شاء الله بنتمنى ذلك. وبشكرك جدا أستاذ الدردير عثمان الشبكة، شرفتنا كثير اليوم، الزمن كان قصير بحس أنه عشان نتكلم عن التراث الكردفاني. إن شاء الله نجدد اللقاء مرة أخرى ونأخذ منك أكثر من كردفان وإنسان المنطقة. شكرا لك كثير. شكرا لك، وشكرا لفريق عملك، وشكرا للأخ فنان محمود الكردفاني. نعم بشكرك أيضا أستاذ محمود الكردفاني، وإن شاء الله نلتقي بك في حلقات أوسع ونسمع كثير من الأغنيات وإيقاعات كردفان. حنختم معك بفيديو كليب أخير. كويس، حنسمع اللي هي لأبو سلمان. زي الجريح بجحيل عام، زي الجريح بجحيل عام.
سابرين صغير طبيب دورك بدين مكة المرحال وجارس الكرين شوف البطيطة سالت شوف البطيطة سالت هدي النجارة مضروبين ودي النجارة النجارة دي النجارة النجارة دي النجارة النجارة